السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشره اخبارنا الاخيره من قناه السعوديه والبدايه بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتبادلان التهاني هاتفيا مع امير قطر بمناسبه قرب حلول عيد الاضحى المبارك. بتوجيه كريم ولي العهد يوجه بصرف عطاء غير مشروط وغير مسترد لمئتي شاب وفتاة ضمن مبادرة سند الزواج حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف القدوم ويستقرون في ميناء استعدادا ليوم عرفة كل الحمد كما ذكرنا لم يتم تسجيل أي إصابات متعلقة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد 19 ولا لاي اصابات اخرى او حالات تؤثر على الصحه العامه وزاره الصحه تؤكد سلامه الحاله الصحيه لضيوف الرحمن وعدم تسجيل اي امراض بين الحجاج أهلا بكم بسم الله الرحمن الرحيم تلقى خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اتصالا هاتفيا من صاحب السمو والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك وقد بدله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والنماء تلقى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دوله قطر، هنأه فيه بقرب حلول عيد الاضحى المبارك. وقد له سمو ولي العهد التهنئه بهذه المناسبه السعيده، سالنا الله عز وجل ان يعيد هذه المناسبه على البلدين والشعبين الشقيقين والامه الاسلاميه باليمن والبركات. كما تلقى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا من صاحب الجلاله السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وعبر جلالته خلال الاتصال عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على ما وجده من حفاوه وحسن استقبال خلال زيارته للمملكه مقدما التهنئه لسموه بقرب حلول عيد الاضحى المبارك. فيما قدم سمو للعهد الشكر لجلالته على مشاعره الأخوية النبيلة معبرا عن التهنئة لجلالته بحلول عيد الأضحى المبارك وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بصرف عطاء غير مشروط وغير مسترد بمبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وأربعين ألف ريال إلى ما يقارب مئتي شاب وفتاة على مستوى مناطق المملكة من خلال مبادرة سند الزواج وذلك حرصا من سموه على مساندة الأيتام من ذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي اللعاقة لكونهم من الفئات الأولوية لبرنامج سند محمد بن سلمان وتأتي المرحلة الثانية من سند الزواج استكمالا لمرحلة أولى قدم فيها سمو العهد مبلغ 520 مليون ريال استفاد منها أكثر من 26 ألف مستفيد في مختلف مناطق المملكة كما تلقوا دورة تدريبية في الوعي المالي لتعزيز المعرفة والتثقيف حول الاستفادة المثلى من الدعم وتستهدف مبادرة سند الزواج بدعمها حديثي الزواج من الايتام من ذوي الظروف الخاصة والاشخاص ذوي الاعاقة لكونهم ضمن الفئات ذات الاولوية للبرنامج. <applause> وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة في مقر الأمن العام في مشعر ميناء وتابع سموه خلال اجتماعه بقيادات أمن الحج إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1442 للهجرة ونقل سمو الأمير عبد العزيز بن سعود خلال الاجتماع القيادة اجتماع القياده للمشاركين في موسم حج هذا العام وشدد سمو على اهميه الالتزام بالاجراءات الاحترازيه والتدابير الوقائيه والبروتوكولات المتخذه لمواجهه فيروس كورونا المستجد لموسم حج هذا العام وجرى خلال الاجتماع استعراض المراحل الحاليه من خطط امن الحج واستعدادات قوات امن الحج لتنفيذ مهامها للمحافظه على امن وسلامه ضيوف الرحمن وكان سموه قد افتتح توسعة وتحديث مقر الأمن العام في ميناء وصالة المراقبة التلفزيونية التي تم رفع الطاقة التشغيلية بها ووفرت فيها أحدث الإمكانات التقنية استقر حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى لقضاء يوم التروية وسط استعدادات مكثفة وإجراءات احترازية صحية وأمنية وفي أجواء روحانية وسكينة مع تكامل جميع الخدمات المسخرة لهم نتابع هذا التقرير يوم التروية واليوم الثامن من شهر ذي الحجة يوم تبدأ فيه مناسك الحج إذ يتوافد الحجاج إلى مشعر منى آمنين مطمئنين وملبين مستعدين ومتلهفين يوم التروية هو أحد الأيام العشر الفاضلة التي أقسم بها الله في كتابه الكريم والفجر وليالي عشر يبدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربا لله تعالى راجين منه القبول والمغفرة تبعين اقتداء بسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في منظر يملأه التسبيح والتكبير، وفي صورة روحانية وإيمانية جميلة تتكرر كل عام، وتبلغ مساحة مشعر منى بحدوده الشرعية أكثر من 16 كيلومتر، ويقع بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة، على بعد سبعة كيلومترات شمال شرقي المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة، كما عكفت قيادة المملكة منذ الأزل على تقديم وتسخير كافة الخدمات وسط منظومة متكاملة ليؤدي قاصدي بيت الله الحرام مناسكهم بكل يسر وسكينة وطمأنينة. أكد متحدث وزارة الصحة دكتور محمد العبد العالي خلال مؤتمر الصحفي للحج على عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا أو أي أمراض أخرى بين الحجاج حتى الآن الحمد كما ذكرنا لم يتم تسجيل أي إصابات متعلقة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد 19 ولا لأي إصابات أخرى أو حالات تؤثر على الصحة العامة ولكن طبعا الإجراءات والسياسات وأمور الرصد والمتابعة موجودة و. لا قدر الله لو تم تسجيل اي حاله مصابه بمثل هذه الامراض ومن بينها طبعا الاصابه بكوفيد 19 الاجراءات التي تتعلق بالرصد المباشر وتاكيد التشخيص واجراءات العزل والاجراءات العلاجيه وتفعيل البروتوكولات العلاجيه لذلك كلها مهيئه ويتم تنفيذها عند الحاجه الى ذلك بشكل مهني واحترافي ومن قبل خبراء وكوادر مدربه ومهيئه للتعامل مع ذلك. ذلك وأوضح متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب أن جميع الجهات الأمنية والحكومية تعمل بكامل استعداداتها في المشاعر المقدسة لتنفيذ خططها وتنظيماتها لإقامة حج هذا العام وفق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية. بفضل الله أكتمل وصول حجج بيت الله الحرام إلى مشعر منى مساء اليوم الموافق للثامن من ذي الحجة لقضاء يوم التروية فيه ونؤكد آه على أنه آه أنه ذلك تمهيدا للتوجه لعرفات بعد صلاة فجر يوم غد الاثنين الموافق للتاسع من ذي الحجة وذلك بنظام نقل التردي بالحافلات تعمل الجهات الأمنية والحكومية المشاركة كافة بكامل استعداداتها في المشاعر المقدسة منى وعرفات ومزدلفة لتنفيذ خططها وتنظيماتها لإقامة مناسك حج هذا العام 1442 وفق الخطط والتنظيمات المعتمده والاجراءات الاحترازيه والتدابير الوقائيه المتخذه لمواجهه جائحه كورونا. سيواصل رجال الامن تنفيذ مهامهم في جميع مداخل مؤديه العاصمة المقدسه والطرق والممرات المؤديه للمسجد الحرام وفرض طوق امني محكم حول المشاعر المقدسه لتنفيذ التعليمات ومنع غير المرخص لهم بدخول المشاعر ومخالفه من يتم ضبطه وذلك حتى نهايه اليوم الثالث عشر من ذي الحجه. كما أكد متحدث الداخلية على أن التنقل بين المشاعر المقدسة سيكون بالحافلات وفق البروتوكولات الصحية وغير مسموح التنقل بالأقدام أؤكد أن الخطط الخاصة والتنظيمات والبروتوكولات الصحية وضعت لعدم تمكين الحجاج من التنقل سيرا على الأقدام بين المشاعر المقدسة أو من المشاعر الحرم وسيتم نقلهم عبر الباصات والحافلات بالنقل الترددي، وتم التاكيد على ذلك منذ بدايه قدوم حجج بيت الاحرام، حيث تم وصولهم الى مواقع، وبعد ذلك نقلهم بالحافلات التردديه الى منى، وبعض وكذلك البعض ذهب الى المسجد الحرام لاداء طواف القدوم والسعي، بعد ذلك بعضهم توجه لمن أؤكد لك أن التنقل في نفس المشعر يكون داخل المخيم أما التنقل بين المشاعر سيكون عبر الحافلات لن يسمح وفق البروتوكول المعتمد الصحي والأمني والخطط أن يتم سيرهم على الأقدام وكشف متحدث وزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد خلال المؤتمر عن اكتمال وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى بعد إتمام طواف القدوم اكتمل وصول ضيوف بيت الله الحرام من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وأتموا طواف القدوم وذهبوا إلى مشعر منا مشعر منى الان هو طبعا تاكدنا من جاهزيته بناء على الجدول الزمني الموضوع حسب الاليات التنفيذيه التي تم الاتفاق عليها والموائم عليها مع جميع الجهات ذات الاختصاص من الجهات في القطاع العام والقطاع الخاص وتم الحمد لله التاكد من جاهزيته والان ضيوف بيت الله الحرام ينعمون بجميع الخدمات وجميع ما نقوم به الان في مشعر منى في يوم الترويه استعدادا باذن الله تعالى تصعيدهم الى مشعر عرفات يوم غد باذن الله. وبين المهندس هشام سعيد أن مساحة إسكان الحجاج في مشعر عرفات تبلغ أكثر من أربعمائة ألف متر مربع بما يعادل خمسة أمتار لكل حاج بإذن الله من الساعة الخامسة فجرا حيتم نقل الحجاج بحافلات النقل الآمن من مخيم كل حاج حسب النطاق الزمني حسب الجدول الموضوع له في خطة التفويج بالساعات الزمنية اللي فيها ساعات تشغيلية وطاقة استيعابية محددة تمكننا من تطبيق الإجراءات الاحترازية يتم مرورهم المسارات المخصصة بالتنسيق مع الإدارة العامة بالمرور في المملكة وصولهم إلى مخيماتهم في مشعر عرفات لقضاء يوم عرفات وهو الحج الأكبر ومن ثم نستكمل الخطة التشغيلية في عملية الإفاضة إلى مزدلفة ونتكلم إن شاء الله عنها في يوم الغد طبعا مشعر عرفات الآن جهز ما يقارب ألف متر مربع، هذه المساحه تعادل 500 متر مربع لكل حاج، الهدف من هذه المساحه هو هدفين: تجويد الخدمات المقدمه لضيف الرحمن، اضافه الى تطبيق الاجراءات الاحترازيه والبرتكولات الصحيه المتفق عليها في حج هذا العام. <applause> يضم مشعر منا جسر الجمرات والذي شهد توسعه تاريخيه وتوظيفا لاخر التقنيات والانظمه المتطوره خدمه لضيوف الرحمن نتابع هذا التقرير الرحمن الذين يتقاطرون إلى مكة لأداء مناسك الحج ما فتئت حكومة خادم الحرمين الشريفين تسخر الإمكانات كافة لتوفير كل ما من شأنه الإسهام في أداء ملايين الحجاج لنسكهم في راحة وطمأنينة جسر الجمرات من المشاريع الضخمة التي وجهت القيادة الرشيدة بإنجازها ويضم تقنيات حديثة وأنظمة إلكترونية متطورة خدمة لضيوف الرحمن يعد الجسر من أبرز المشروعات في مشعر منى وبلغت تكلفته أكثر من أربعة مليارات و200 مليون ريال بطاقة استيعابية تبلغ خمسمائة ألف حاج في الساعة وذلك بعد التوسعة التاريخية التي شهدها الجسر يبلغ طوله 950 مترا وعرضه 80 مترا وهو مخصص لسير الحجاج إلى الجمرات أثناء موسم الحج ويضم الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى <applause> بدات قبل قليل مراسم استبدال كسوه الكعبه المشرفه حيث قامت الرئاسه العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم باستبدال كسوه الكعبه المشرفه كما جرت العاده السنويه ويقوم الفريق المحدد من الاداره العامه لمجمع الملك عبد العزيز لكسوه الكعبه المشرفه بتفكيك الكسوه القديمه وتركيب الجديده ثم تثبيتها في اركان الكعبه وسطحها كما قامت الرئاسه بتامين كافه الاجراءات الاحترازيه وسبل الوقايه والسلامه لتتم هذه العمليه في اقصى درجات الامن والسلامه تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا المعطى في المملكة أكثر من 22 مليون وستمائة ألف جرعة إذ بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 18 مليون وخمسمائة ألف جرعة فيما وصل عدد الذين حصلوا على الجرعة الثانية إلى ما يزيد عن أربعة ملايين ومائة ألف جرعة وذلك من خلال أكثر من خمسمائة وثمانين مركزا للقاحات في مختلف أنحاء المملكة نشرتنا مشاهدين الكرام انتهت تبقي تذكيركم بأهم ما جاء فيها خادم الحرمين الشريفين وسمو العهد يتبادلان التهاني هاتفيا مع أمير قطر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك بتوجيه كريم ولي العهد يوجه بصرف عطاء غير مشروط وغير مسترد ضمن مبادرة سند الزواج حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف القدوم ويستقرون في منى استعدادا ليوم عرفه. وزاره الصحه تؤكد سلامه الحاله الصحيه لضيوف الرحمن وعدم تسجيل اي امراض بين الحجاج. الشكر والثناء الجزيل لكم مشاهدينا الكرام على كرم الاصغاء والمتابعه. دمتم بحفظ الله ورعايته في امان الله.